السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل النهاردة معانا الميثود اوف انتجريشن، التكنيكس اوف انتجريشن، والنهاردة عندنا التريك سبستيوشن. التريك سبستيوشن ده يا جماعة التعويض بالدوال المثلثية، أو بيسموه ريموفينج روت، إن بيبقى الانتجريشن في او جواه روت في الانتجريشن بتاعه، فانا عايز اخلص من الروت دوت واعمل انتجريشن. طبعا بيبقى عندي تيبل كده في 3 تايبس من نوع الروتس اللي موجودين في الايكويشن. بيبقى عندي لو جوه الروت في a سكوير ماينس x سكوير، او لو تحت الروت a سكوير بلس x سكوير، او لو جوه الروت اكس سكوير ماينس اي سكوير. طبعا في كل واحده فيهم ليها سبستيوشن معينه. في الاولانيه بشيل كل اكس واحط ايه ساين ثيتا، والثانيه بشيل كل اكس واحط ايه تان ثيتا، والثالثه بشيل كل اكس واحط ايه سيك ثيتا. بيخرج بره الروت لو انا خدت الاكس باي ساين ثيتا، بتخرج بره الروت ايه كوزاين ثيتا، ولو انا خدت الاكس بايه تان ثيتا بتخرج بره الروت بايه سيك ثيتا، ولو انا خدت الاكس بايه سيك ثيتا بتخرج بره الروت بايه تان ثيتا. بنعتمد على تو رولز مهمين قوي هنا، خدناهم قبل كده في الاودو الايفن، ان ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس ايكوال 1، وان سيك سكوير اكس ايكوال 1 بلس تان سكوير. الطول دول هم اللي بيحاولوا يخرجوا لي من بره الروت، يخلوا لي جوه الروت فانكشن سكوير، فالسكوير بيشيل الروت وابدا اعمل الانتجريشن عادي جدا كأن الروت مش موجود. طيب عايزين نشوف مع بعض اكزامبل على الريموفينج روت دوت، ونعرف طريقة الحل بتاعت الريموفينج روت بتبقى ازاي. طيب احنا ممكن نعمل انتجريشن ل اكس سكوير اوفر روت 1 ماينس اكس سكوير دي اكس. طبعا برضو عشان خاطر الباور نفس الباور، فانا مش هعرف اشيله او اعمل ديفايدد عليه، فاحنا محتاجين ان احنا نحاول نرموف الروت. ده انه شكل من اشكال الروت اللي عندي. الشكل دوت هو الشكل الاول من اللي جوه الروت، اللي هو ده اللي هو a سكوير ماينس x سكوير. لازم احدد ال a بتاعتي بكام عشان اعرف ان دي البدايه، واشتغل على البدايه ديت واشوف انا هعمل الانتجريشن بتاعها ازاي، او الروت ده هيتشال ازاي او هيتكنسل ازاي، عشان اعرف اعمل انتجريشن كامل من غير ما يبقى فيه اي فانكشن مش موجوده. فاحنا مثلا هنعمل انتجريشن، هنقول ان هنشيل الاكس زي ما اتفقنا، الاي عندي ب1، الاي سكوير ب1، يبقى روت ال1 ب1، فانا هشيل كل اكس واحط 1 ساين ثيتا، وهشيل الدي اكس نعمل لها ديريفيتيف الساين كوزاين، هتبقى برضو كوزاين ثيتا دي ثيتا. يبقى اي اكس هتقابلني في السؤال هشيلها واحط 1 ساين ثيتا، والدي اكس هشيلها واحط كوزاين ثيتا. هنحول الانتجريشن من فانكشن، بدل ما ان ترمز اوف اكس هتبقى ان ترمز اوف ثيتا او بدلاله ثيتا. فانا هعمل انتجريشن، الاكس سكوير اللي فوق دي هتبقى ساين سكوير ثيتا، عشان الاكس هي ساين، هتبقى روت 1 ماينس ساين سكوير ثيتا، والدي اكس هتبقى كوزاين ثيتا دي ثيتا. طبعا جوه الروت هنعمل شويه ستيبس كده، ل 1 ماينس ساين هتبقى 1 ماينس ساين سكوير هتبقى كوزاين سكوير، ولسه تحت الروت، فالسكوير هيشيل الروت فهتبقى كوزاين، يعني هيتفضل الانتجريشن هيبقى ساين سكوير فوق وتحت كوزاين ثيتا، وبره في كوزاين ثيتا دي ثيتا. الكوزاين هتروح مع الكوزاين، فمش هيتفضل لي غير الساين سكوير بس هو اللي عايز يتعمل له انتجريشن. والساين سكوير طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو ملهوش انتجريشن، بيتفك بالايدنتي هاف 1 ماينس كوزاين 2 ثيتا دي ثيتا.
هنعمل لكل واحدة فيهم انتجريشن، الهاف هتنزل بره، وانتجريشن ال 1 وزيرو في سيتا في سيتا، وانتجريشن الساين هتبقى ساين كوساين ساين 2 سيتا اوفر 2 بلس سيتا. ايه المسألة كده ما انتهتش، لأن طبعا المسألة دي فانكشن في سيتا، واحنا محتاجين نرجع الفانكشن ان ترمز اوف اكس، فاحنا مضطرين نعمل ترانجل اللي هنرجع منه. انا عندي الاكس ايكوال ساين سيتا، يبقى ساين سيتا ايكوال اكس اوفر 1. لو انا خليت دي الانجل سيتا، الساين هي عبارة عن اوبوزيت اوفر هايبوتنس، فالاوبوزيت اكس والهايبوتنس 1 مقابل على الوتر. هنجيب ببيثاغورس الترانجل الثاني هيبقى 1 سكوير ماينس اكس سكوير، هيطلع لك الروت اللي كان موجود في المسألة. طيب من الترانجل ده انت محتاج بقى تطلع الفانكشن ان ترمز اوف اكس. طيب السيتا لوحدها، لو انا عندي ساين سيتا ايكوال 1، يبقى السيتا ايكوال ايه؟ ساين انفرس اكس، عشان ساين سيتا ايكوال اكس. لو انت عايز تخلص من الساين هتاخد ساين انفرس للتو سايد، هتبقى سيتا بساين انفرس اكس، ماينس انا عندي 2 ساين 2 سيتا، 2 ساين 2 سيتا ده بيتفك ل 2 ساين كوزاين، يعني البارت ده كده في الايدنتيتي ليه رول اللي هو 2 دبل انجل ساين سيتا كوزاين سيتا. فحضرتك هتقول 2، الساين هتجيبها من الترانجل اللي هي تبقى ايكوال اكس اوفر 1، الكوزاين سيتا هتبقى ادجيسنت اللي هي 1 اوفر اكس سكوير اوفر 1 بلس سي. لازم الانسر في الاخر تطلع فانكشن ان ترمز اوف اكس مش سيتا خالص. طيب نجرب حاجة تانية غيرها، انتجريشن مثلا ممكن نقول روت 4 بلس اكس سكوير دي اكس، ده اهو ده براكت روت، ولا هينفع يبقى ليه ديريفيتيف بره، ولا هو حاجه من الاشكال المحفوظه، ولا اي حاجه خالص. فده لازم استخدم التكنيك اللي هو بتاع الريموفنج روت، ان انا احاول اختار الاكس بتريك فانكشن بحيث استفاد من الايدنتيز بتاعت الترمومتريك فانكشن، هي تطلع لي حاجه سكوير فتشيل الروت فيطلع الانسر بتاعي على طول. طيب نجرب كده مع بعض، دي الكيس الثانيه في التيبل اللي هو اي سكوير بلس اكس سكوير، بنشيل كل اكس ونحط ايه تان سي. فهنعمل ايه؟ هنشيل الاكس، الاي سكوير عندي 4 هتبقى 2 تان سيتا، وديريفاتيف التان سيك سكوير هتبقى 2 سيك سكوير سيتا دي سيتا. هنبدا نعمل سبستيوشن، تبقى 4 بلس هنشيل كل اكس ونحط 2 تان سيتا، فهتبقى 4 تان سكوير سيتا، ودي اكس هنشيلها وتبقى 2 سيك سكوير سيتا دي سيتا. طبعا جوه الروت قلنا بنعمل كام حاجة، هناخد الفور كومن فاكتور، فهيتفضل لي 1 بلس 10 سكوير، كل ده جوه الروت، روت الفو وهتبقى روت 4 1 بلس 10 سكوير اللي هي 6 سكوير سيتا، كل ده جوه الروت برضو. فروت الفور هتبقى ب2، وروت الست سكوير هتبقى ب6، وبره في 2 6 سكوير سيتا دي سيتا كده. انا ده اللي طلع لي بره الروت، ف2 تايم 2 هتبقى 4 انتجريشن سيك باور 3 سيتا دي سيتا. اولا السيك كيوب ملهاش انتجريشن، فلازم نعملها بالباي بارتس، لما قلنا يبقى الباور بتاعها مفيش حاجه جنبها، هتتعمل الكيس بتاعه الباي بارتس. طيب هنعمل ايه في الانتجريشن دوت؟ هنحله كده ورا مع بعضينا، هتبقى انتجريشن اهو، انا عندي سيك عايز اعمل انتجريشن للسيك اهو، سيك باور 3 سيتا دي سيتا. اولا هنقسمه حاجتين يو ودي في، اليو هتبقى سيك سيتا، والدي في هتبقى سيك سكوير سيتا، عشان يبقوا سيك بار سي. واحده نعمل لها ديريفاتيف، ديريفاتيف السيك سيك تان سيك سيتا تان سيتا، واحده نعمل لها انتجريشن السيك سكوير تان، ونعمل الرول بتاعي اللي احنا متعودين عليه اللي هو يو في ماينس انتجريشن في دي يو، هيبقى انتجريشن سيك في تان سيك سيتا تان سيتا. وبعدين ماينس انتجريشن، هنعمل دول تايم بعض، فهتبقى سيك سيتا وتان في تان، هتبقى تان سكوير سيتا دي سيتا. مضطرين نفك التان سكوير، هنفكها لسيك سكوير سيتا ماينس 1، وناخد الانتجريشن ده كله
مرة تايمز سيكس سكوير ومرة تايمز 1، فيطلع الأنسر 6 سيتا تان سيتا ماينس انتجريشن سيك بار 3 سيتا، عشان سيك بار 1 في سيك سكوير، وماينس وماينس بوزيتيف بلس انتجريشن سيك سيتا. طيب خلي بالكم يا جماعة، انتجريشن السيك كيوب اتكرر تاني، فاحنا هنعمل ايه؟ هنسميه اي من البداية، ونفضل نكتب الاي هنا عشان ده اندكشن، وناخد الانتجريشن دوت ونسميه اي عشان نخرج الاي مع الاي بره، تبقى اي بلس اي هتبقى 2i. طب انا عايز الاي لوحدها، هتبقى ايكوال 6 سيتا تان سيتا، طبعا هنخليها بره احسن، بعد كده بلس انتجريشن السيك ده لسه ما عملناهوش، هو حاجه محفوظه على طول، لان 6 سيتا بلس تان سيتا وده الحل بتاع الانتجريشن. طبعا احنا كنا عايزين 4 انتجريشن 4 سيك كيوب اهو، وادي احنا سميناها اي، فاحنا عايزين 4 اي، يبقى اعمل الانسر ملتبلاي 4، ف4 لما تبقى تايم هاف هتطلع لي 2، فانا هعمل كده هتبقى 2 6 سيتا تان سيتا اهي البارت الاولاني بلس لين 6 سيتا بلس تان سيتا. طب احنا كده لسه يا جماعه ما خلصناش السؤال، لان طبعا احنا عايزينه فانكشن تيرمز اوف اكس، ما لناش علاقه بسيتا خالص. هنيجي من هنا نعمل التراينج اللي هو ده التان سيتا، التان سيتا ايكوال اكس اوفر 2، طب التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يبقى الهايبوتنس الوتر هو عباره عن الاثنين بلس بعض، فهتبقى 4 بلس اكس سكوير، وهيطلع لي الروت اللي في المساله. احنا بقى التيبل ده محتاجين نجيب منه التان بكام والسيك بكام، لان الانسر معظمها تاني وست. طب السيك 1 اوفر كوزاين، والكوزاين ادجيسنت على هايبوتنس، يبقى السيك هايبوتنس اوفر ادجيسنت روت 4 بلس اكس سكوير الوتر على المجاور. فحضرتك هتيجي هنا وتقول ان الانسر بتاعتك 2، هنشيل السيك وهتبقى روت 4 بلس اكس سكوير اوفر 2 دي السيك، والتان اكس اوفر 2 بلس لين السك روت 4 بلس اكس سكوير اوفر 2 بلس التان اكس اوفر 2 بلس سي، وهو ده الانسر. يعني لازم الانسر عندك تطلع فانكشن تيرمز اوف اكس او بدلاله الاكس، ما ينفعش يبقى فيها سي. طيب ممكن نشوف واحده تانية عشان تبقى شفنا الانواع كلها، نشوف واحده تانية بالسك. انتجريشن احنا قايلين سيك لو هي الاكس سكوير هي اللي ماينس. طيب ممكن نعمل انتجريشن اكس سكوير اوفر 1 ماينس اكس سكوير باور 3 اوفر 2 دي اكس. طب برضو لما بيجي لي باور انا مش هعرف اعمل انتجريشن، فانا لازم احولها الروت واحاول اشيل الباور ده بالروت. يعني دي كده كانها يا جماعه مكتوبه كده اكس سكوير اوفر سكوير روت 1 ماينس اكس سكوير اول باور 3 دي اكس، عشان لما يبقى عندي باور فراكشن اللي تحت ده روت وده اللي فوق ده الباور. طيب دي كده الكيس الاولى برضو، يبقى هنشيل الاكس ونحط 1 ساين ثيتا، وديريفيتيف الساين كوزاين ثيتا دي ثيتا، يبقى هنحاول نريبليس كل اكس بثيتا، يبقى انتجريشن فوق هتبقى ساين سكوير ثيتا، وتحت روت 1 ماينس ساين سكوير بس اول باور 3، والدي اكس هتبقى كوزاين ثيتا دي ثيتا. طيب 1 ماينس ساين سكوير تحت هتتشال جوه الروت، ونعمل مكانها كوزاين سكوير جوه الروت، فالروت هيشيل السكوير، فهتبقى ساين سكوير ثيتا اوفر كوزاين ثيتا اول باور 3 تايم كوزاين ثيتا دي ثيتا. هنشيل واحده من الكوزاين دي مع واحده من السكوير، فهيبقى الانتجريشن بتاعي متقسم، خلينا هنا كده انتجريشن ساين سكوير ثيتا دي اللي فضلت اوفر كوزاين سكوير ثيتا دي ثيتا. طيب الساين سكوير اوفر كوزاين سكوير اللي هي تاني سكوير، يبقى انا بعمل انتجريشن لتاني سكوير،
التاني سكوير ما لهاش انتجريشن، بتتفك بالايدنتي. اول تو رول احنا كتبناهم سيك سكوير سيتا ماينس 1، عندي الرول بيقول لي ان سيك سكوير سيتا ايكوال 1 بلس تاني سكوير، ده رول اللي انا كتبته لكم على التيبل. فالتاني سكوير هنخرج ال 1 بره بالماينس، هتبقى سيك سكوير ماينس 1، واعمل انتجريشن لكل واحده، انتجريشن السيك سكوير بتان وانتجريشن ال 1 بسيتا بلس سيتا. طيب عايزين نحل، نعمل ايه؟ نعمل التراند اهي، سيتا اهي، ساين سيتا اكس اوفر 1، اكس الاوبجيت وانا الهايبوتنس، وده روت 1 ماينس اكس سكوير. ابدا اجيب كل واحده، التان من هنا ايكوال كام؟ اوبجيت اوفر ادجيسنت، كده اكس اوفر روت 1 ماينس اكس سكوير ماينس. طيب ساين سيتا ايكوال اكس، يبقى السيتا ايكوال ساين انفرس اكس بلس سي، وجبناها فانكشن ان تيرمز اوف اكس. بكده يا جماعه نكون كل الثري كيسز بتوع التريك سبستيوشن احنا خلصناهم. شكرا لكم، والى اللقاء في المحاضره القادمه في الانتجريشن باي بارشال فراكشن او التكامل بالكسور الجزيئيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.